وسع وسع للمليونير. هلا ديشا، هلا. الواد ده هيمشي في حياته زي الصاروخ. والله العظيم يخرب بيتك. عسل يا جماعه، الموضوع هايف يعني، مش مستحمل الكلام اللي انتوا عاملينه ده. ده حيالله 7 مليون عمي يعني. مصحيين نفسكم بدري ومقدرين الست الكبيره دي معانا اللي المفروض تنام، ينفع كده؟ لا ينفع؟ لا ما ينفعش. مالكش دعوه بيا، انا بصحى كل يوم اصلي الفجر حاضر. اللهم تقبل. ده انت قبل. صباح الفل يا خالو، ده انت صاحي النهارده وشك منور. ام السبع مليون دول شويه، ده المفروض كان يبقى معانا امن وحراسه وكلبين جيرمان. ونجيب كلاب حراسه ليه؟ ما احنا معانا بوكسر وجيرمان اهو. طب والله فكره حلوه، ما تيجي نطلب شركه حراسه. يا بنت شركه حراسه ايه؟ خالك لوحده شركه حراسه. انا الحمد لله رب العالمين كان معايا الشورت الاسود. الشورت الاسود ومش كان الحزام الاسود بقى شورت؟ ده الكلام ده في اليابان والصين، اما بقى في فيتنام بيوزعوا شورتات سودا. سيبكوا بقى من الشورتات السودا والشورتات البيضة. طمن قلب اختك يا حبيبي وقول لي هتعمل ايه بالملايين الكتير اللي انت جايبها دي. ولا حاجه، هشيلها تحت السرير زي ما دهب بتشيل فلوسها تحت السرير، عادي جدا. البعيد من يوم ما جالنا والفقر ماسكنا. الفقر ماسكنا؟ لا ما تقلقيش، هنلعب بالفلوس لعب ونتكعبل في الفكه. لا يا اخويا هنتكعبل في خيبتك. شايف امك؟ شايف امك ده وضر؟ يا عم بتهزر معاك يا عم. لا ما بهزرش. ايه مش بقول لك بتهزر؟ مش كانت نامت احسن؟ نامت عليك فتصوب. يا دهوبه يا حبيبتي بلاش الكلام بالطريقه دي مع اخويا، اللي يفتكرك بتتكلمي بجد يزعل. ما يزعل؟ وده عنده احساس عشان يزعل؟ ده جلده عامل زي جلد الخرتيل. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه انا؟ الست دي بتكرهني مع اني بحبها. بحبك والله. لا انا ما بكرهكش ولا حاجه. اسمع يا ابني. يا سلام يا ابني، طلع من بقك زي العسل يا ماما. يا ماما جاك موف. شوف انا هقول لك على حاجه كويسه خالص، اول ما تجيلك الفلوس دي تاخد بعضك وتمشي من هنا. شايف امك؟ شايف امك يا دودة؟ يا ماما دي ماما كان بيت اختي، انا اعتبر بيته برضه. يا ابني البيت كومبليه، وده من يوم ما جه وهو بياكل بلوشي. طب لما تيجي الفلوس تطرديني؟ اين عقلك؟ اين تفكيرك؟ والله هكذا عقلي وهكذا تفكيري، انا عارفه ان الفلوس دي مش هتقعد معاك ولا ساعه واحده. دي احلام العصافير، الفلوس دي لما تيجي هتلاقي مشاريع مستنياها، هتخلينا فوق فوق فوق. انزل انا لسه تحت. فوق فين؟ فوق السطوح؟ فوق السطوح. بس بقى انت بقى احنا مستحملين القرف اللي فات ده كله عشان اللحظه المجيده دي، ما تفسديهاش. مين مجيده دي؟ انت بتقول حاجه عشان؟ لا بقول يا خالو يعني اخيرا هشوفك داخل علينا بتسيم فاكهه. ما تقلقش يا هشام، انا عارف انك بتحب الفاكهه وخصوصا الكاكا. الكاكا من وشك عسل. خلاص اجيب لك كاكتين ثلاثه. عايزك تهريني كاكا. ليك عليا اجيب لك فدان كاكا عم وزفلط فيها سيدي. يلا بس بقى تيتا هيجيب لنا كاكا. ما بحبهاش انا، عايزه تين. نخلص البنك ونطلع نتغدى كلنا كلنا. يا خالو ما تفرتكش القرش، نمسك ايدك بقى. لا انا عايز افرتكم النهارده الصراحه. طلعنا يا خالو. انا مبسوط قوي قوي. ماشي. طبعا في تحويل باسم دمرداش عبد الواحد بقيمه 7 مليون. اسمع تاني. اسمع. 7 مليون. سمعت يا هشام؟ صدقت وامنت؟ الله ينور يا خالو، تسلم ايدك. تسلم ايدي ايه وانا بمحر لك الشقه؟ طب معلش يعني هي عملة فيتنام دي باليورو ولا بالين ولا بعملة البيزو ولا ايه؟ بيزو ايه؟ بيزو ايه؟ انت على طول جعان كده؟ بنفهم يا خالد. دونج. 7 مليون دونج. الا مش الدونج ده يعني حمار؟ والله انا الحمار اللي جبتك معايا، دونج دي عملة فيتنام يا حمار. حضرتك اكيد تقصد دولار، بس في مشكلة في الاكسنت او لا حاجة. يا فندم. دونج دي عملة فيتنام. طب يا فندم ماشي، يعني 7 مليون فيتنامي دونج ده هيعملوا كام؟ 10 مليون؟ 20 مليون؟ 10 مليون 20 مليون؟ دي إن شاء الله شغال في محل لعب أطفال زي ناس، يعمل لهم بالميت 40 30 مليون يلا. بسم الله ما شاء الله يا خالو، دي عملة نادرة بقى، ده احنا الطلعة الجاية نطلع سوا فيتنام. والله هحاول، بس هما في فيتنام ما بيحبوش التخان ولا اللي لابسين نظارات. اهدوا بس كده وصلوا على النبي. المبلغ يساوي 6000 جنيه. ياه؟ إيه؟ 6000 جنيه؟ أنا آسف جدا، أنا آسف، واضح إن في غلطة. أكيد في غلطة. لا احترموا نفسكم لو سمحتوا واشتغلوا عادي. معلش يا خالو، مش تاكلوا وتشربوا وتغلطوا وبعدين تقبضوا فلوس. خلاص يا خالو توقعت قلبي والله. قلة الأدب دي. حضرتك قول رقم يعقل لو سمحت. خلاص أنا اتكلمت. أنا اتكلمت. كده إجمالي المبلغ المستحق 6220 جنيه مصري. كام؟ وعشان خاطري يعني أنا مش أول مرة أجي عندكم، وبعدين أنا زبون مستديم هنا. 6220 جنيه؟ حضرتك معلش بص تاني كده اتاكد يمكن في حاجه غلط. لا 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 انا خلاص فهمت كل حاجه. كل حاجه. ايه ده مداش فيه ايه؟ ده مداش. ايه ده؟ يا شاب كوبايه ميه، كوبايه ميه. سيبه ما تلحقوش. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش
وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.